ده الطبيعي. احنا في حاجات المفروض ان هي طبيعيه بنحس ان احنا المفروض لان كان ما كانتش بتبقى طبيعيه قبل كده يعني، انت فاهمني؟ لا لا ما بنرجع للطبيعه الناس بتحس ان عملت انجاز. لا احنا المفروض نعمل حاجه اكبر من كده، وده مش تقليل لاي حاجه بتعملوها، لكن انت بتعمل حاجات طبيعيه غير اللي انت بقى يعني ان شاء الله تجود بيه بقى ويظهر شغل اللجنه الخماسيه اللي انا بحييها على تقليص عدد الجمعيه العموميه، وده خلاص المفروض قرار اتاخد ولا ايه؟ يعني الاول عاوز قبل ما ادخل في الجمعيه العموميه انا بس بقول لك طبعا ان الموضوع خلي بالك الانديه الجماهيريه معظمها بتبقى مبسوطه جدا ان يبقى في عداله طبعا، بيشوف انه يبقى كله كده، وبيبقى اكتر ناس يعني فعلا بيحترموا القرارات وبيطبقوها، وده حصل مع الانديه الجماهيريه كتير جدا. فادخل على الجمعيه العموميه، يمكن الجمعيه العموميه طبعا زي ما قلت لك احنا هدفنا احنا جايين مش نقلص وندبح ومفيش كلام ده خالص، احنا هدفنا احنا نطور الكره المصريه. الجمعيه العموميه وفي قاعده طبعا عاوزين نوسع القاعده في المشاركه، فاحنا مش جايين خناقات. يمكن في الاول بعض اعضاء الجمعيه العموميه او بعض الانديه كانوا فاكرين احنا جايين هو ده هدفنا وان احنا ندبح ناس، لا طبعا احنا بندور على سبل لتحسين الوضع وتطوير الكره المصريه، من ضمنها ان احنا نحاول نقلل الجمعيه العموميه عشان الاصوات والانتخابات. ومدينة درسنا الموضوع ده كلجنه مع الشؤون القانونيه طبعا، لقينا ان احنا نظام كاس مصر، ودي يمكن ممكن تبقى اول مره يعني تتقال، احنا كنا يعني مستنيين طبعا ان احنا نعمل مؤتمر نبتدي نقول كل النقاط يعني. عملنا كاس مصر ان هي تبقى مسابقه في حاجه اسمها الدور التاهيلي للوصول الى الدور التمهيدي لكاس مصر، اللي هو ال 64 كان بيشارك. لا لا احنا كان اي حد بيشارك يا مهيب، اي حد يدخل يقدم اشتراكات في كاس مصر ايوه على طول بياخد 20 نقطه، بيدفع 5000 ياخد 5000 جنيه يعني، ده رسم الاشتراك بيحصل على 20 نقطة. فاحنا عندنا 27 فرع. فما 27 فرع ابتدينا نقسمهم حتى كمان جغرافيا. ويبقى في حاجة اسمها أدوار تأهيلية. أيوه. للوصول إلى الدور التمهيدي، احنا كان على طول الوصول للدور التمهيدي، فاحنا ما عملنا أدوار تأهيلية، عملنا مراحل قبل الوصول للدور التمهيدي. أيوه. فبالتالي أنت مش هتحصل على 20 نقطة غير أما توصل للدور التمهيدي، اللي هو تعدي الدور ده. أيوه. فبس هي حسبة بسيطة كده وعملناها، قدرنا إحنا ننزل إلى 105 نادي من 235. 105 دي حاجة حلوة. 105 105 وفي طبعا يعني في يعني أي حاجة أي تغييرات برضو كل ده هيبتدي يتعرض على الجمعية العمومية، وإحنا هدفنا إن إحنا حتى كمان أنت أعضاء الجمعية العمومية يبقى ساعات في دعم. فإحنا عاملين لأ طبعا مش كده بس، إحنا بنحاول ندعم جميع الأندية، وعملنا نظام للمسابقة الدرجة الثانية والثالثة والرابعة لمدة 3 سنين، بشكل إن السنة الجاية تبقى ليها شكل مسابقة مختلف. تمام. والثالثة والرابعة في هبوط أندية في صعود، النادي اللي هيصعد بيحصل على فلوس يمكن دي أول مرة، والتاني واللي ما حصلوش إن هو يعني كان بينافس لآخر لحظة برضه هيحصل على ماديات. فإحنا بنحاول إن إحنا يعني تقدر تساعد الأندية، مش داخل معاهم في دبح زي ما بيقولوا باللغة البلدي يعني، أو في خناقة، لا خالص أنا بحاول أسهل كل حاجة لتطوير الكرة المصرية. تمام. في ناس بتقول